وسهلا فيكم مشاهدينا لحلقة اليوم في كل بصمة حكاية. أغلب مشاهدينا سمع بالبرمجة الحاسوبية، بس اسم كبير منا ما سمع بالبرمجة اللغوية العصبية. هل خطر ببال حدا إنه ممكن يكون في برمجة لأدمغتنا؟ كما في برمجة للحواسيب، البرمجة اللغوية العصبية وهي أحد تدخلات علم النفس المتطور يمكن اعتبارها فن، وكمان ممكن اعتبارها علم، وهي مجموعة طرق وأساليب بتعتمد على مبادئ حسية ولغوية وإدراكية بتهدف لتطوير السلوك الإنساني نحو التميز والإبداع، وكذلك مساعدة الأشخاص على تحقيق نجاحاتهم وإنجازات أفضل بحياتهم. وهي بتعتبر كمان عند بعض النقاد من العلوم الزائفة. هالأساليب اللي بتعتمد البرمجة اللغوية العصبية بتمكن الشخص من تغيير طريقة تفكيره ونظرته لأحداث الماضي، وبالتالي بتخليه يسيطر على حياته، وبالتالي بتعيد برمجة العقل عن طريق اللغة. منرحب مشاهدينا اليوم بضيفنا المدرب طلال كنعان، مدرب ومستشار في مجال البيع المباشر، ليعرفنا إذا كان للبرمجة اللغوية العصبية أي تأثير على نجاحه، وليخبرنا من خلال تجربته ليش بيعتبر أنه أعظم شيء تعلمه فكرة أنه أغلب من حقق نجاحاً باهراً لم تكن لديه الإمكانيات بل كان لديه الهدف. أهلا وسهلا فيك طلال، سعيدين بلقائك بالبرنامج اليوم. أهلا وسهلا بحضرتك، لي الشرف بحضرتك. أهلا وسهلا طلال، بدنا فسحة أمل اليوم. ممكن بالبداية تخبرنا طلال عن طفولتك، دراستك واختصاصك، إمتى اكتشفت حبك للبيع والشراء والتسويق؟ بالنهاية بنعرف هاي يعني مو بس مهارة وخبرة، هي موهبة كمان. شكرا لك ولكلامك. اكيد بالبداية للشرف كون موجود معك اليوم وشارككم القصة على صفحتكم، ان شاء الله تكون داعم وملهم لاي شخص بيسمع هاي القصة. طبعا بالبداية انا خلقت بقرية بسيطة متواضعة، قرية الرحض من محافظة السويدة بسوريا. طبعا هاي القرية تعلمت تربيت فيها على العزيمة على الإصرار على القوة. كان عندي والد طبعا عصامي، علمني كثير شغلات من اول حياتي. انا كنت الولد الوحيد، كلمة وحيد هو المدلل، يعني معروف في مجتمعنا أنه دلال دلال دلال، لكن كان الموضوع مختلف عن هذا الموضوع بالنسبة لي. كنت من السن المبكر من عمر 6-7 سنوات أطلع معه على كل المشاريع اللي كان يشتغلها، شو ما يعمل، كان بمجال المقاولات والتعهدات والعقارات وبناء المشاريع الصغيرة والكبيرة. فهذا الشيء كنت رافقه بأي شيء، مثلا كان بأي مشروع، فأعطاني هذا الشيء عقلية جديدة، شخصية مختلفة عن أولاد جيلي المستوى اللي أنا أو الأشخاص بالمكان اللي أنا كنت فيه. يعني أعطاني عقلية جديدة، فكر جديد، كنت حس حالي أوعى من المرحلة اللي أنا موجود فيها. تمام، فرافقت هذا الشغل بالمرحلة الابتدائية والاعدادية والثانوية. بالمرحلة الثانوية طبعا قررت أني أتجوز، أخذت قرار أنه أنا خلاص كملت وشاب وقد حالي لازم أتجوز، يعني فتجوزت وأخذت هذا القرار برفقة الدراسة الجامعية. طبعا اخترت فرع الهندسة الزراعية، درست في فرع الهندسة الزراعية. تمام، بعد ما تزوجت أنا أخذت قرار بحياتي أني لازم أثبت حالي وأثبت قراري، وأنا أتجوزت لازم أكون قد حالي. فاشتغلت كثير، تركت مجال العمل مع الوالد. تمام، واشتغلت بكثير من المشاريع، مثلا الشاقة، الأعمال المتعبة والشاقة على حالي. وصلت لمرحلة مثلا أنا كنت وأنا بس أرجع من شغلي نام من التعب وأنا قاعد، يعني خلاص من كثر الأعمال اللي كنت عم تشتغلها، لأثبت حالي برفقة الدراسة الجامعية، برفقة العلاقات الاجتماعية كشخص متجوز عمره 18-19 سنة، صار فيه مثل علاقات زيارات عالية في دراسة جامعية في عمل. فبدي أثبت حالي بحالي، يعني صرت أشتغل كثير من الأعمال المتعبة والشاقة لأثبت حالي. وآخر هاي الأعمال كانت تجارة الخضار والفواكه. طبعا تجارة الخضار والفواكه كانت مثل الأول، يعني فيك تقولي نقلي بحياتي، لأنه اليوم كثير مرقت بتحديات يوم أخذت هذا المجال. أنه معقول مثلا والدك مثلا عنده مطعم، عنده شركة دعاية وإعلان، رجل أعمال بيشتغل بالمشاريع، أنت تشتغل بالخضار والفواكه؟ طبعا من أهلي ومن المجتمع يعني كثير سمعت هذا الكلام، فأنا أصريت أنه بدي أثبت حالي، بدي أثبت طلال، يعني أنا أخذت قرار بحياتي لازم أكون مسؤول عن حياتي، ما بدي الوالد مشاريع مع الوالد بغض النظر يعني عن العلاقة القوية، لكن أنا بدي أثبت حالي بهذا الموضوع. فاشتغلت في مجال الخضار والفواكه من عام 2014 لعام 2017 تقريبا. فبخلال هاي الفترة اعتمدت كثير على حالي، حققت إنجازات كثير بهذا المجال، يعني فتحت أكثر من محل، بدأت من شيء بسيط جدا جدا، بعد
توسعت لصرت جيب بضاعة ووزع أكثر من محل. تمام، بداية عام 2017 هون كانت النقلة بحياتي. تمام، في أحد أقاربنا قدم وراح لعند أهلي، طبعا عندنا مطعم سياحي، فعم بيقدم الفرصة لأهلي ضمن المطعم، بيقول لهم في مشروع البيع المباشر والبرمجة اللغوية العصبية، فأهلي بس سمعوا الفكرة فكرة جديدة فرفضوا الفكرة، كونه هني عند المطاعم عند الشركات عند هذا الموضوع، فما فكروا كثير بالموضوع فرفضوا الموضوع، فقال لهم ورودوا طلال، يعني خلوا طلال أو ورود يشتغلوا في برمجة اللغوية العصبية أو يشتغلوا بهذا المجال. فقالوا له ورود ممكن بالبرمجة اللغوية العصبية، كونه عم تدرس إعلام ممكن تضيف له شيء بالنسبة لدراسته بالجامعة، أما بالنسبة لطلال 100%، اما بالنسبه لطلال ما له خرج، كونه طلال مشتغل بالرياضه وبيحب هاي الامور وما له بالانترنت، يعني ابدا الانترنت بالنسبه له ما بيعرف اصلا صفحه على الفيسبوك، ممكن كنت مبتدئ ما عندي فيها شيء، يعني ما كنت بهذا الموضوع مثل حاليا. فمرت شهور على هذا الموضوع، بيجي احد اقاربنا على المحل عني عم يشتري بضاعه، فبقول لي خبر اختك انه في دوره البرمجه اللغويه العصبيه رح تبدا بعد كم يوم. فانا بس سمعت كلمه برمجه لغويه عصبيه، يعني اول مره بسمع بهذا المصطلح، شو يعني برمجه لغويه عصبيه، شو يعني برمجه، ما بعرف شيء عن هذا الموضوع، فسالته شو يعني برمجه لغويه عصبيه، فاجابته كانت انت مو خرج. تمام، يعني هو بيكون خالي، طبعا ما قال بهي الطريقه، قال انه انا شفت اهلك كذا وانت ما بتعرف بهي التفاصيل. فانا مثلي صار عندي لازم اعرف شو الموضوع، وبنفس الوقت يعني انا مو خرج، كيف انا مو خرج، يعني هذا الموضوع الكلمه كانت كثير بالنسبه لي، يعني الشخص اللي عنده طموح ممكن تزيده قوي، اما الشخص العادي ممكن تحطه هاي الكلمه، فانا لا قلت انا خرج، يعني انا بدي اعرف هذا الموضوع شو هو. فصريت على الموضوع بعد الصلاه، قال لي خلص بكره بقعد انا وياك بشرح لك الموضوع. فانا رحت سمعت الفكره بشكل كامل، سمعت عن البيع المباشر، سمعت عن البرمجه اللغويه العصبيه، فهذا الموضوع بصراحه صابني شعور قوي جدا جدا، تحفزت كثير، تحمست كثير للموضوع، يعني انا رحت عم بمشي مشي لكن رجعت طاير من الفرحه صراحه، يعني حسيت انه انا اليوم طلال هلق بدات حياتي، يعني حسيت في نقله نوعيه بحياتي، انا هلق بدات حياتي بهي الطريقه. فدغري باشرت بهذا المجال واخذت قرار بيني وبين ذاتي انه اليوم رح سكر المحلات التجاريه، هذا اول قرار اخذته. طبعا هذا القرار اجى بعد ما انا رجعت، يعني الموضوع له كان المساء بيوم ثاني يوم الظهر اخذت هذا القرار، فكان قرار يعني عم بحكي عيلتي عم بتقول لي لا هو اكيد وكيف وهذا الموضوع، فالموضوع كان كثير صعب. مر الموضوع شيء اسبوع تقريبا، فانا التحقت بدوره البرمجه اللغويه العصبيه، عملت هاي الدوره برمجه لغويه عصبيه دبلوم اول كورس، طبعا حضرت انا وزوجتي لهي الدوره، سجلت لي ولا لها عليها. فباليوم الثالث للبرمجه اللغويه العصبيه اليوم انا حسيت بانه طلال مكانك مش بهذا المكان، يعني مو ببيع الخضروات ولا باي مجال انت اشتغلت، لا بمجال البناء ولا باي مجال، انت في عندك قدرات فيك تحققها، يعني البرمجه اللغويه بتوعي القدرات اللي داخل الشخص. فهذا الموضوع انا بعد ما خلصت اليوم الثالث من دوره البرمجه، طبعا هي مدتها 5 ايام، اخذت قرار اني سكر كل المحلات التجاريه، طبعا كان عندي 6-7 محلات تجاريه انا عم بشتغل فيها، فسكرتها كلها 6-7 محلات، اخذت قرار يعني بين يوم وليله اخذت قرار بهذا الموضوع، وخسرت كثير طبعا بهذيك الفتره لانه انا شفت حالي بمكان ثاني. القرار الصادم الثاني اللي اخذته كمان بنفس الوقت انه انا تركت دراسه الجامعه، يعني رحت انا اخذت قرار انه انا ما عاد اكمل الجامعه، يعني بس خلصت من الجامعه صرت افكر انا لوين بدي اكون اخر شيء، وشو يعني خلصت الجامعه رح اتوظف، فلا ما بدي، انا بدي اعمل شيء. فانا بس عم بخبر اهلي بهذا الموضوع، طبعا الولد الوحيد بتعرفي الموضوع كان صدمه، يعني هلا ممكن احكي انا بطريقه عاديه لكن الموضوع بلحظتها كل واحد عنده ولد بيعرف هو عم يبني امال عليهم، هذا الشخص بيتعلم بده يصير ابني كذا كذا بالموضوع، فكان بالنسبه لي موضوع صادم كثير لاهلي وبالنسبه لي، يعني انا قرار مش بس انا حبيت، انا قلت هيك انا طلال، يعني اذا انا رح اتحمل قراري، اذا اخذت شيء ايجابي رح انا اتحمله، اما اذا وصلت لشيء سلبي فانا رح اتحمل قراري بالنهايه. فاصريت على قراري تمام، وتابعت بهذا الموضوع بمجال البيع المباشر، خلال فتره بسيطه خلال 3 شهور بلشت احقق انجازات بهذا المجال. طبعا الاهل المحيط كله كان يعني انه طلال انت خلص، طلال الشخص الذكي، طلال الشخص اللي بيعتمد حاله اليوم دمر حياته بهذا الموضوع، يعني بهذا الاسلوب صار الموضوع عند اهلي وعند المجتمع يعني بشكل عام، يعني بشكل في ناس حكت بالوجه وفي ناس يعني تعرفي كيف الواحد بيقرا الموضوع. لكن بعد فتره 3 شهور ل6 شهور تقريبا اهلي كلهم كانوا معي ضمن هذا المشروع.
تمام، يعني انا بلشت بالطلال، صار يشوفه طلال عم يتغير، مو هذا الطلال اللي كان مثلا يعمل مشاكل او الطلال اللي براسه، صار طلال يناحش، طلال كذا، من خلال البرمجه، من خلال كثير تبعت طورت حالي. يعني بصراحه انا صار في عندي تحدي بيني وبين ذاتي انه هذا هيك عم يحكوا الاهلي، فانا لازم اطور حالي. فمرقت كثير ايام بالليل ما نام، انا عم طور حالي، لا انا افكر بكلمه والدي، افكر بكلمه المجتمع، افكر بكلمه معينه، لا لازم اثبت حالي ولازم اثبت وجودي. فبعد فتره كانت انه انا حققت انجاز على مستوى العمل اللي انا داخل فيه، اهلي صاروا معي بهذا المجال، اليوم هني من اكبر المؤيدين للعمل اللي انا موجودين فيه، اليوم والدي ووالدتي تركوا كل الاعمال اللي بيشتغلوها بحياتهم وتفرغوا اليوم للمجال اللي انا عم بشتغله، حتى زوجتي، حتى اقرب الناس، اقاربي كانوا كلهم انضموا لهذا المجال وكلنا عم نشتغل مع بعض، يعني والدتي، والدي، اختي، زوجتي، عمتي، فكلهم ضمن هاي المنظومه. طبعا هذا الشيء اجى بعد تعب كثير كبير، صار في عندي فريق، دربت اشخاص بعشرات الدول بالعالم، الموضوع عملت مؤتمرات بالمنطقه اللي انا موجود فيها باكثر من دوله بالعالم، ما قدرنا نسافر نحضر كل المؤتمرات كوضع البلد نحن موجودين فيها، لكن بشكل عام حققت انجازات. طبعا اكيد بعدها بسيطه جدا المرحله، بعد بدايتها 4 سنوات، لكن اكيد الهدف والطموح انه اليوم وصل لمرحله افضل. والشيء اللي بحب العبره من القصه بالنهايه انه خذ قرار، اي شخص اليوم ياخذ قرار اليوم، انتبه اليوم للكلام اللي عم نسمعه من اهلنا اليوم، في منه اكيد الاهل بخافوا علينا، لكن دائما نحن ناخذ القرار الصح. تمام، بقولوا شاور ألف وخالف ألف ورجع لرأيك. آخر شيء أنا شو في عندي قرار متأكد منه 100%، إذا طبعا متأكد منه 100% امشي وما التفت ولا لأي شيء. تمام، فهي باختصار شديد. ممكن طلال تعطينا فكرة معناها عن البرمجة اللغوية العصبية ومبدأ عملها؟ تمام، البرمجة اللغوية العصبية هي فن وعلم اتصال مع الذات والتواصل مع الآخرين حسب أنماطهم التمثيلية. دائما عندنا شخص بصري، سمعي، حسي، اجمالي، عاد داخلي، عاد خارجي. اليوم في انماط كثير للبشر كيف نتعامل فيها، فهي بتنقسم لقسمين. اول قسم انه كيف نتعامل مع الذات، تمام، نعرف القدرات، لانه دائما اي شخص اليوم عنده قدرات قويه كثير وهائله داخله، لكن هاي الطاقات اليوم بدها فرصه، بدها شيء ليقدر اليوم الشخص يطالعه. اليوم رب العالمين اكيد اليوم عطاك طاقات، لكن اليوم ممكن تكون الظروف اللي ما تقدر تساعدك لتحقق الشيء اللي جواتك. فالبرمجة هي بتخليك تطالع هاي القدرات والطاقة اللي جواتك، تمام؟ أما اليوم بالنسبة، اليوم نعرف الأنماط التمثيلية للأشخاص اللي عم نتعامل معهم. اليوم الشخص البصري مثلا ممكن يكون بحب الصور، الشخص السمعي مثلا الصوت ما نعرف كيف نتعامل معه، الحسي كمان نفس الطريقة، تمام؟ ففي أنماط مرجعية داخلية، مرجعية خارجية. يعني اليوم عندنا مثلا ناس بتاخذ قراراتها من داخلها، ناس بتقول لك بتسأل كثير أشخاص لتاخذ قراره. فهذا الموضوع كثير اليوم بيأثر بالبرمجة اللغوية، بتخلينا نعرف هاي الأشخاص وكيف نتعامل معهم بالطريقة الصحيحة. يعني أعطيك مثال، اليوم نحن بنحكي عن المدرسين بالمدرسة مثلا، عندك عن الأنسة مثلا عم تعطي درس مثلا، وبعض الطلاب بتلاقي تركيزهم مع هاي الأنسة، تمام، كنظر، وبعض الأشخاص بتلاقيهم مو مركزين، ممكن يكونوا عم يكتبوا. فاليوم هذا الشخص اللي عم ينظر للأنسة هذا نمطه بصري، يعني لازم يشوف ليستوعب، تمام. هذا ممكن يكون نمط سمعي، يعني انا مو ضروري يكون عم بطلع فيك انا لاستوعب، انا ممكن يكون عم بسمع، تمام، عن طريق الاذن لاعرف انا هذا نمطي يعني، تمام. او ممكن نعطي مثال ثاني، اي حوار مثلا بيننا وبين اي شخص مثلا، بتلاقي عم تناقش انت واي شخص مثلا، شخص عم يتطلع بعيونك وشخص عم يتطلع ممكن يكون بالارض، فانا بتوقع انه هذا الشخص عم يتجاهلني، تمام. ممكن يكون نمط سمعي، يعني مو ضروري انا انظر لعينه لكن انا 100% مركز، ممكن النمط السمعي. فهي بتعرفنا اليوم كيف نعرف ذاتنا، قدراتنا، وكيف اليوم نعرف نتعامل مع الاخرين بافضل طريقه، تمام. ودائما ننتبه للشيء الايجابي وليس الشيء السلبي، دائما نحط اهدافنا ونسعى لتحقيقها بطريقه افضل وبوقت اقل وبجهد اقل، تمام. طبعا انا في عندي قصه مثلا ممكن تشارك فيها، عن قصه مثلا شو التاثير كمان الكلمه الايجابيه والسلبيه، التفكير الايجابي والتفكير السلبي. يوم قصه الاسد والغزال مثلا، دائما نحن بنعرف انه الغزال بيقع فريسه الاسد دائما، تمام، مع انه اذا بنركز انه الغزال سرعته تفوق سرعه الاسد، تمام، لكن دائما بيقع فريسه الاسد. السبب انه اليوم الغزال دائما عم بيركز على نقطه الضعف اللي عنده، تمام، ما عم بيركز على نقطه القوه اللي هي السرعه، عم بيركز على الخوف من الاسد، ما عم بيركز انه انا لو اني بركز على نقطه القوه اللي هي السرعه فالاسد ما راح يصطادني بتاتا، تمام، لكن انا عم ركز كثير اليوم على نقطه الضعف، فهذا الشيء اللي بيخلي اليوم
انا التفت يمين ويسار الغزال مثلا ليشوف الاسد قديش صار، فهذا الشيء الخوف عم بخليه يخف من سرعته والاسد عم يصطاد. تمام، كثير نحن اليوم بحياتنا مع اولادنا مع كثير اشخاص نتعامل بهي الطريقه، انه اليوم نركز على نقطه الضعف ما عم نركز على نقطه القوه. تمام، فهذا دائما بيعطينا تاثير سلبي. فهي بشكل مختصر على البرمجه اللغويه العصبيه. طبيعي طلال انه كل الاهل بيحبوا اولادهم، بس احيانا بيخاطبوا اولادهم بطريقه قاسيه شوي. كمان بتاثر هذا الشيء، بياثر على نمط العلاقه معهم. مثلا اب بيقول لابنه انت فاشل، انا نفضت ايدي منك، يعني مو طالع شيء من امرك، او حتى عدم تقدير لامكانيات اولادهم. من خلال تجربتك طلال، ومثل ما ذكرت انه طلال بيحب الرياضه ما بيحب هذه الشغله، شو رايك بهالموضوع؟ تمام، يعني هذا الموضوع بالنسبة لهذا السؤال بالذات، هذا السؤال كثير مهم، وكثير اليوم ممكن نغير نحن مجتمع من خلال هذا السؤال، إذا العالم تعرف هذا التفصيل بالضبط وكيف تتعامل اليوم مع أولادها بالطريقة الصحيحة. لأنه اليوم بهذا السؤال خلينا رح نبلش الشق الأكبر على الأهل. اليوم الأهل اليوم برمجتهم برمجة خاطئة، تمام؟ الأهل يعني هن الأساس، هن اللي عم يدربوا أو هن اللي عم يعلموا أولادهم، تمام؟ واليوم الطفل أول شيء بيتعلمه من أهله من المدرسة، فاليوم إذا كان أحيانا المدرسة أوكي في ممكن تعليم، لكن أحيانا الأهل ما بتكون الطريقة الصحيحة عن طريق برمجة الأهل، هي برمجة خاطئة. مثلا ممكن قبل ما نفوت بالجواب على السؤال 100%، أحد الآباء ممكن يقول لابنه لا تشرب من تم القنينة، وهو بيجي بيشرب من تم القنينة، تمام؟ الوالد قدام ابنه، تمام؟ فاليوم يعني بيجي يعني الموضوع اجبار، راح يتعلم من والده يعني هذا الموضوع، يعني ما فيني انا اقول لابني لا تصرف شيء وانا عم اتصرف قدامه. بالنسبه لمحبه الاهل لاولادهم، هاي ما في اثنين يعني خلينا نقول بيختلفوا على هذا الموضوع. اكيد الاهل بيحبوا اولادهم، هذا يعني اليوم خصوصا الناس اليوم اللي عندها اولاد بتعرف قديش غلاوه الولد يعني، تمام؟ لكن اليوم ممكن التعبير او الاسلوب خاطئ، تمام؟ قد ايه نحن ككبار قبل ما نفوت بالاولاد، نحن ككبار اذا بنسمع كلمه عم نتاثر فيها ممكن ننزعج، نحن كاشخاص واعين وعندنا عقل وعم نتاثر بالكلمه، فما بالك الولد الصغير شو بتاثر الكلمه فيه؟ هاي الكلمه ممكن تزرع شيء تراكمي فيه ليكبر، تمام؟ فاليوم كثير بنسمع من الاهل اليوم انت فاشل، انت كذا، اليوم ما عم بتجيب علامات عاليه، فلان عم يعمل هيك ليش عم تعمل؟ هذاك جاب 10 انت جبت كذا، العلامات مثلا بالدراسه. فاليوم فينا نبدل هاي الكلمات طبعا بكلمات تحفيزيه. خلينا نتفق على موضوع انه اليوم الولد في شيء اسمه وراثه، يعني اليوم عم يجيب علامات ضعيفه، فاليوم اكيد بتلاقي شخص عيلي بنيوتن جسمانيتهم قويه مثلا، وناس مثلا بتلاقي ما عندهم قدره على التفكير، ناس بيحبوا التجاره، فهذا نحن بنسميه له علاقه بالوراثه. يعني الولد اليوم له علاقه بالوراثه، اذا نرجع لاهله كيف كان وضعهم بالدراسه بتلاقي نفس المستوى كان، تمام؟ فنحن اليوم ما لازم هاي قدرات ابننا، يعني هاي لازم نحفزه لابننا، يعني لازم نعزز عنده الطاقات انه الذكي. اليوم كثير اذا بنقرا قصص الناجحين، احنا دائما نقول النجاح يولد من رحم المعاناه، ومن حقق نجاحا باهرا لم تكن لديه الامكانيات بل كان يؤمن بقضيته. فاليوم كثير نحن بنلاقي اولاده اذا بنشوف لقصص الناجحين حياتهم بلشت من الصفر، لكن كانت دعم من أهلهم بكلمات تحفيزية، تمام؟ لليوم صاروا مخترعين على مستوى العالم. الكلمة اليوم مارقة، الكلمة الحلوة مارقة، والكلمة المو حلوة مارقة. فاليوم خلينا نركز على الكلام الإيجابي، ندعم أولادنا، نحكيهم كلمات إيجابية. يعني اليوم في ناس بتقولوا لا توصح حالك، لا تخاف، تمام؟ أنت ما أنك غشين. طبعا العقل اللاواعي بينفي كلمة لا، ما انا غشيم، كان انا عم اقول له غشيم، يعني هو عم بركز على كلمه غشيم، ما عم بركز انه ما انا غشيم، او لا توصح حالك بتلاقيه راح وصح حاله، تمام؟ فاليوم نبدل بعض الكلمات، تمام؟ بدل ما اقول له لا توصح حالك فيني اقول له خلي ثيابك نظاف، بدون ما اقول له انت مثلا ما انا غشيم، انه شخص ذكي. فاليوم الكلمه الايجابيه، نختار الكلمه الايجابيه، وهذا الموضوع كثير له علاقه بتربيه اطفالنا بالطريقه الصحيحه. فينا نحكي اليوم عن الدلال الزائد كمان في نفس الوقت، يعني اليوم الدلال الزائد او القسوة الزائد، خير الامور اوسطها. يعني كثير اليوم ناس بتدلل اولادها وبتعطيهم كل شيء بدهم اياه، فهذا الشيء بيخلي الشخص باول تحدي يمر فيه بحياته يوقف. انا بعرف انه اي شيء بدي اياه رح يجي، اي شيء بدي اياه بيجي، فبيصير الشخص بمرحله لازم يعتمد على حاله. لا سمح الله والده مش موجود، والدته مش موجوده، فبينصدم باول معترك بالحياه.
فاليوم انا الدلال الزائد انه اعطي ابني كل شيء كمان خطا، واني اقساه بشكل كثير كمان هذا الشيء خطا، او مثلا اعمال كذا جيب علامه تامه ولا مكافاه. هاي الموضوع اكيد في شيء اسمه الثواب والعقاب، لازم كافه نفس الوقت. لكن اليوم اذا انا بقول له اعمال كذا مشان اعطيك مثلا او اخذك مشوار، فهو ما عاد بيجيب العلامه مثلا لانه لازم يدرس مشان يروح المشوار، تمام؟ فالموضوع عنك لازم اخذه مشوار كوالد، وبنفس الوقت لازم مشان تطلع شاطر، مشان تنجح، مشان تكون مميز بين رفقاتك، صدق معنا كمان قول له مشان هو يصير يعمل هذا الشيء مشان ياخذ شيء. طبعا الكلام هون كثير مثلا يطول بهذا الموضوع، وعلى فكره هذا الموضوع كثير مهم، تكرار الكلمات الايجابيه لاولادنا، نحكيهم بطريقه ايجابيه. اليوم ممكن اي ولد، يعني كلنا كنا صغار وكلنا كنا نغلط وكلنا ممكن نصيح، واهلنا بدهم يركزوا مثلا بشغلهم بعملهم ممكن، وخصوصا اليوم على فكره انا بحط اللوم الكبير اليوم على الاهل. اليوم كثير وسائل التواصل الاجتماعي لهت الاهل على اولادهم، يعني ما عاد اليوم نمسك الموبايل اكثر ما نروح نهتم بابننا نشوفه شو عم يدرس شو عم يعمل. فاليوم نشوف اولادنا نركز فيهم، لانه اليوم ما بدنا بعد ما يكبروا اليوم نحن نعاد ما عاد فينا نصحح شيء، لانه هو اي شيء بيمشي بالتكرار. فاليوم نهتم باولادنا بالطريقه الصحيحه، نقعد معهم وقت نسمعهم لاولادنا شو بدهم، تمام؟ مهاره الاستماع كثير مهم، نسمع اولادنا ودائما نحكي الكلمه الايجابيه. جاب 7 من 10 نحبسه، اوكي 7 من 10 ما المره الجايه بتجيب اعلى، اليوم دروس نهتم بنقعد انا وياك، فرق معنا اضربه اليوم او اعمل عنده يعني نوع من الخوف من يصير بيتوتر هو باثناء الكتابه او اي شيء بالامتحان. صحيح. فكمان هذا الكلام يطول بهذا الموضوع هيك بشكل مختصر. شو بتقول طلال عن تاثير التربيه وتاثير الافكار والمعتقدات السابقه علينا، وشو اهميه بناء عقليه صحيحه؟ يعني كمان عفوا هذا الموضوع كثير مهم بالنسبه للمعتقدات والافكار. يعني نحن كثير كمان اليوم خلينا نشوف مثلا الدراسي، مثلا اليوم مثلا بنقول لابننا وهو صغير مثلا اول مراحل الدراسه، تعلم يا ابني، جيب علامات عالي، توظف، الوظيفه امان. كثير اليوم نسمع هاي الكلمه بالمجتمعات العربيه، بنعتبر الوظيفه انه انا لازم ابني يتعلم ليتوظف. يعني شو هذا المعتقد او هذا التفكير هو صحيح 100%، تمام؟ لكن بمرحلة معينة، لكن العالم عم بيتغير بسرعة البرق، يعني العالم عم يتطور اليوم، فأنا لازم أتطور، فأنا ابني لازم أعلمه ولازم يجيب علامات عالية مشان يكون مدير نفسه مش مشان يكون الموظف. ببساطة أنا لتفتح مشروعك الخاص، لتعمل شيء معين، يعني من نرجع سنوات لورا كانت الزراعة والوظيفة هذول أهم شيء، لكن اليوم بطل في وظيفة، صار في شيء تطور، صار في إنترنت اليوم، صار في كيف انا اكون سيد نفسي، كيف اليوم انت اليوم يا ابني لازم تجيب علامات تفتح شركتك الخاصه، فانا عم بزرع ابني مشان يتوظف، مشان ياخذ راتب، وانا كموظف او كراتب فانا اليوم ما بكون مرتاح، او مد بساطك على قد جريك، لا تطلع لفوق تنقرف رقبتك، هي المعتقدات وهي الكلمات اليوم اللي عم تخلينا نتمسك بمكاننا، ما نقدر نتطور، تمام؟ فاليوم كثير المعتقدات اليوم التربي إلى علاقه، وفينا نحكي بهذا الموضوع قصة كثير مهمة. طبعا بتمنى التركيز للمشاهدين لأنه هذا الموضوع اليوم كثير موجود بمجتمعنا. اليوم في قصة، طبعا بعض الخبراء بيعملوا تجربة شو تأثير المعتقدات والأفكار اليوم على المجتمع، فجابوا 4 قرود، تمام؟ 4 قرود دخلوهم على غرفة، وهي الغرفة وضعوا فيها سلم وحطوا فيه موز بأعلى السلم، تمام؟ ف بس طلعوا من الغرفة أو عم بشوفوا القرود حطوهم بالغرفة، فالقرود شو عملوا؟ طبيعة الحال بده يطلعوا على السلم وشو؟ وبدلوا الموز. فاجوا اللي عم يعملوا، تمام؟ رشوا القرود بالمي، رشوهم بطريقة قوية بالمي، فالقرود ما أخذوا يطلعوا على السلم، نزلوا، تمام؟ فخافوا يعني. فشو عملوا العملية؟ شالوا قرد من القرود، تمام؟ وأضافوا قرد، يعني كانوا 4 قرود، شالوا قرد وأضافوا قرد رابع جديد، ما رش بالمي يعني. ما رش بالمي، فأول ما فات هذا القرد شو عمل؟ طلع على السلم وبده ياخذ موز، فاجوا القرود الثلاثة لحقوه ضربوه، نزلوه، تمام؟ نزلوه ما خلوا ياخذ الموز. فصار في عندنا قرد مضروب وثلاث قرود مرشوشين بالمي. فطالعوا قرد اللي مرشوشين بالمي ودخلوا قرد جديد، تمام؟ فهذا الشيء كمان القرد الجديد بس دخل كمان طلع على السلم بده ياخذ الموز، فاجوا القرود الثلاثة، تمام؟ كمان ضربوا ونزلوا، تمام؟ صار عندنا قردين مرشوشين بالمي وقردين مضروبين من قبل القرود. فطالع القرد الثالث
من البدايه اللي كان بالبدايه تمام، ودخلوا كمان قرد بنفس العمليه، طلع القرد لا ياخذ الموز كمان، رشوه ضربوا ونزلوا، صار في عندنا ثلاثه قرود مضروبين وقرد مرشوش بالمي. اخر شيء طالع القرد المرشوش من المي تمام، ودخلوا قرد جديد، فكمان نفس العمليه، هو طالع الثلاثه قرود اللي هن ما مرشوشين بالمي تمام، اللي اكل اللي ماكلين قتل كنا نسميهم، كمان اليوم نزلوا لهذا القرد وضربوا. اليوم نادوا، اليوم نحن هون كبشر عاد شو بنقول، هذول قرود ما في عندهم فكر او ما عندهم طريقه ممكن عملوا هذا الشيء، لكن كمان نفس التجربه عملوها على الناس، يعني عملوها على اشخاص، فجابوا اربع ممثلين وعملوا معهم بعياده عند دكتور، يعني تمام عياده عند دكتور، بس يرن الجرس بيوقفوا هذول الاربع ممثلين، فيرن الجرس وقفوا الاربع ممثلين، فضافوا طالعوا ممثل ودخلوا شخص داخل على عياده جديد، فرن الجرس وقفوا الثلاث ممثلين، فاجى الشخص الرابع تلقائيا وقف، هذا الضيف اللي فايت على العياده ما بيعرف شيء، فطالعوا كمان اليوم احد الاشخاص تكررت نفس العمليه، وطلعوا الاربع ممثلين، ظل كمان البشر فتكررت العمليه عند رن الجرس اليوم، فالعالم توقف. فنحن شو بيعطينا خبره هذا الموضوع؟ اليوم المعتقدات، قديش اليوم في عندنا معتقدات تمام؟ طبعا في معتقدات صحيحه لازم نثبتها نحن، وفي عندنا معتقدات اليوم لازم نغيرها تمام؟ لأن الزمن عم يتغير، وفي قصص كثير بتحكي عن هذا الموضوع، فهيك بشكل مختصر. هي وكأنه جواب هالسؤال بياخذنا لتأثير الوعي الجمعي على حياتنا اليوميه ومستقبلنا ضمن هالظروف هي اللي عم نعيشها، شو رأيك طلال؟ صحيح؟ 100%. الوعي الجمعي طبعا نحن دمجنا هدول، فينا نقول هذا السؤال كمان جوابه بخص الوعي الجمعي اليوم. اليوم كثير نحن عندنا يعني وعي جمعي باتجاه عادات وتقاليد معينه، فاليوم في شيء اسمه وعي جمعي مثبت تمام، ولازم نضلنا عليه. مثلا اعطيك مثال، الوطنيه، الكرامي، اكرام الضيف، اي وعي جمعي نحن متفقين عليه، احترام الاكبر سن، هذا وعي جمعي معروف في المجتمعات، هذا وعي جمعي لازم نحافظ عليه تمام. لكن فيش كمان شيء اسمه وعي جمعي متغير تمام، يعني عم بيتغير. فاليوم بتلاقي بمكان معين مثلا اي فكره جديده، مثلا مثل الموبايل اول ما نزل، مثل الانترنت، اليوم معظم العالم كان ضد هذا الموضوع تمام، فما عندي وعي جمعي انه هذا الشيء جديد، بينزع فكر الاشخاص، بينزع كثير تفاصيل، لكن باي شيء فيه له شيء ايجابيات وشيء سلبيات، وليش انت شفت الشيء السلبي؟ معناته انت تفكيرك بهذا الموضوع، لكن لو تفكيرك اليوم كيف انا استثمر الانترنت اليوم، مثل ما اليوم نحن موجودين بجلسه مثلا على الزوم مثلا، كيف نستثمر هذا الموضوع بالطريقه الصحيحه تمام، ليش بنشوف الشيء السلبي من الموضوع اي شيء جديد تمام. فاليوم كثير بمجتمعاتنا في وعي جمعي بكثير شغلات خاطئه اليوم عم بتقودنا لليوم نرفض التطور. وعلى فكره يعني اليوم كثير العالم عم بيتطور، فبسبب افكارنا القديمه نحن اليوم عم بتزيد البطاله، عم بيزيد اليوم الناس ما عم تقدر تطالع مصاري، ما عم لانه بعد عند الافكار القديمه ما اليوم عم تتطور للفكر الجديد. فاليوم باي مجال اليوم لازم نشوف التطور، لازم نقرا، لازم نبحث. اليوم المعلومه صارت موجوده، يعني مو مثل قبل المعلومه اليوم كانت ما انا موجوده، اليوم الانترنت موجود، اي شيء بدك اياه بس كتاب اليوم على الانترنت بتطالعه يعني تمام. فاليوم المعلومه موجوده، لازم ابحث عن التطور، لازم شوف انا العالم لوين متجه وطور حالي افضل ما اني انقرض وما عاد لاقي اي عمل اشتغله بحياتي تمام. صحيح. طلال، عم يمر العالم بظروف صعبه، منها تاثيرات جائحه كورونا وظروف الاقتصاديه والاجتماعيه، ومنلاحظ انه اغلب الناس او كثير منهم بيحطوا الحق او اللوم على الظروف، هاي الظروف، هاي المجتمع، كيف بنقدر نتعامل مع هالشيء؟ تمام. اليوم الظروف 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 هذا الموضوع اليوم العالم الكثير تحكي فيه، اكيد نحن من في ظروف ونحن عم نمر بظروف، يعني اليوم اذا بدرس انا اليوم شو مرق معي من الصبح لهلق، او حضرتك من الصبح لهلق، اكيد يوميا عم نمر بظروف ايجابيه وسلبيه، يعني هذا امر بسيط، لكن لازم نعرف انه أنا بسمي تحدي أو ما بسمي ظرف، إنه تحدي، أنا بقول أو ما بسمي مشكلة أو ظرف، أنا بسميه تحدي، لأنه التحدي خلق عشان يعدي، يعني الظرف يعني فترة ورح يمرق، يعني رح يمرق، أي شيء رح يمرق بعد فترة، تمام؟ لكن في فعل وفي ردة فعل تجاه هذا الظرف أو تجاه هذا التحدي، تمام اللي صار معي، يعني كثير منلاقي اليوم الظروف والمشاكل من وقت ما خلقت البشرية،
مو من هلق يعني الموضوع مو من جديد، من وقت ما خلقت البشرية في تحدياته بتواجه البشرية تمام، لكن اليوم في تحدي تمام أو في فعل وفي ردة فعل. أنا شو ردة فعلي تجاه هذا الموضوع؟ يعني اليوم منلاقي بالظروف اللي احنا موجودين فيها مثلا هلق بجائحة كورونا مثلا اللي الله يبعدها عن الجميع، الناس اليوم استثمرت الانترنت، الناس عرفت تشتغل وناس ما عرفت شو بتعمل. احنا ما فينا نغير اليوم الظرف تمام او ما فينا نغير، بس فينا نغير حالنا، فينا نعرف حالنا وين، نعرف مكاننا وين، شو ممكن نستثمر هذا الموضوع، شو ممكن ناخذ نتيجه من هذا الموضوع. في موضوع بيحكي عن هذا الموضوع قصه او اصابع الاتهام انا بسميه اليوم، اليوم هذه الاشاره مثلا كثير انا بلوم والدي، بلوم مجتمعي، بلوم اختي، بلوم زوجتي، بلوم فلان، ليش اليوم زوجتي ما عملت كذا، لو عملت كذا كنا قدرنا نأسس حياتنا، لو والدي اخذ هذا القرار بحياته، لو اليوم انا عايش خارج هاي البلد كنت عملت افضل تمام. انا دائما اصبر الاتهام على بلوم وعلى كل العالم، بس لازم انتبه انه في ثلاث اصابع تمام متجهين لي بالذات قبل ما لوم اي شخص، لازم لوم ذاتي انا تمام، لوم انطلق من ذاتي انا اعرف لوين رايح بحياتي تمام. فبالنسبة للتحديات، المجتمع عم بمر بتحديات، أكيد عم بمر نحن بتحديات كثير كبيرة، لكن اليوم نحن الأساس، نحن الأساس بهذا الموضوع. بأقل بأي أزمة اليوم ناس مشت وناس ما مشت. اليوم في شيء اسمه قضاء وقدر، لا أنا قادر أتحكم فيه ولا أنت قادر أتحكم فيه ولا أي شخص. هي 10% من حياتنا، وفي 90% من حياتنا اليوم قادرين نتحكم فيها، شو ردة فعلنا تجاه هذا الموضوع تمام؟ هي هيك بشكل مختصر. كونه نحن لازلنا بمجال ظروف والظروف والتحديات اللي عم نواجهها طلال، يعني شو بتعتقد بهالمرحلة من هاي التحديات، شو أهمية الكلام السلبي والإيجابي بأنه نخفف أو نزيد من حدة هالأزمة؟ 100% اليوم نحن مثلاً كوطن عربي كثير عم نمر بتحديات كثير اليوم ومشاكل، بغض النظر عن كل دولة، معظم كل دولة فيها مشاكل وتحدياتها. فكثير اليوم معظم الأشخاص بس يلتقوا مع بعضهم عم يحكوا كلام سلبي، يعني اليوم كيف بدي أعمل كذا، كيف بنسوي كذا، شو الحل بعدين، شو التغطية، يعني ما عم يحكوا شو الحل، بس عم يحكوا بالمشكلة يعني تمام، وعم يعطوا زوم على المشكلة، يعني زوم 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 على المشكلة، خلص يعني الموضوع عم يصير جواتي، يعني أنا بطل أقدر أتحكم على ما قادر أعمل أي شيء. لكن اليوم أنا فيني أفكر اليوم بالحل تمام، خليني آسف لهذا التشبيه، لكن نحن بنقول بالبرمجة اللغوية العصبية الفاشل يفكر في المشكلة والناجح يفكر في الحل. المشكلة خلاص صارت وصارت، ما عاد فيك تعمل أي شيء، مرق الموضوع. يعني أنا اليوم إذا ظلني عببتي طول النهار ما راح استفيد خلاص، يعني أنا أوكي ممكن أتأثر، وأكيد نحن بالنهاية إنسان لازم أشعر بالخوف، لازم حس بهذا الشعور، بس ما لازم خليه يسيطر علي، انه انا خلص عيش بخوف وعيش بسيطره وعيش. اليوم اي شيء عم بيصير بحياتنا فلازم نفكر بالحل، دائما نروح صوب الحل، شو انا عندي، وين موقعي. اليوم اي شخص يكتشف شو، يعني انا كطلال شو عندي نقاط ضعف بحياتي اعرفها، لازم اعرف شو هي نقاط الضعف، ولازم اعرف كمان شو هي نقاط القوه عندي، مشان نقاط القوه استثمر، نقاط الضعف استعين باشخاص رمم لي هذا الشيء بحياتي. يعني اليوم التوكيل، يعني وكل شخص زي مهمي انا ما عندي قدره فيها، او روح اعمل دورات بتخص الشيء اللي انا فيه واشتغله، فدر ما انا لي لوم الظروف يعني تمام. لانه بنرجع نفس الموضوع، بقلب اي ازمه وبقلب اي ظروف في فرص للنجاح. نرجع لليوم انا المعتقد، الفكره اللي بامن فيها كثير، النجاح يولد من رحم المعاناه، من رحم المعاناه. واذا بنقرا اليوم قصص لمعظم الناجحين وبنقرا كتب اليوم تمام، فيها نقرا مثلا كتاب اسرار عقل المليونير، اليوم اذا بدنا اليوم نغير افكارنا تمام، فيها نقرا الاب الغني والاب الفقير روبرت كيوزاكي خبير اقتصادي، فيها نقرا المليونير الفوري، فينا نقرا اليوم نظريه الفزلك، فينا ايقظ قواك الخفيه. يعني هذول الكتب مثلا ممكن يساعدوا الانسان اللي حابب يتغير، طبعا في رغبه كمان للموضوع، يعني مو بس انه كلام، انا بدي يكون في عندي رغبه وشغف لهذا الموضوع. هاي الكتب بتخليني اليوم مثلا اقدر اغير شيء من افكاري، من معتقداتي، اي ظرف. اليوم مثلا كتاب الاب الغني والاب الفقير بيحكي عن قصه شخص مثلا تربى ببيئه مثلا عنده والدين، يعني والده توفى فوالدته تزوجت فعنده والدين، فكان هذا مثلا الوالد سابقا كان يعلمه انه تعب يا ابني تعلم شيء توظف، وذاك كان يعلمه كيف يفتح مشاريع تمام.
فاليوم التربية، بنرجع للتربية والأساس في هذا الموضوع، شو هي عم تزرع معتقد عن الطفل من هو صغير، وشو عم ياخذ قرارات باتجاه هاي الظروف، تمام؟ فاليوم الانترنت موجود، النصيحه اللي بنقدمها لمشاهدينا ولنا بالذات نحن ننطلق فيها قبل مشاهدينا، انه الواحد لازم ينطلق من ذات انه اليوم ننتبه للتطور اللي عم بيصير في العالم، اوكي نحن مع الظروف، لكن انا كطلال شو قادر اعمل بالظرف؟ ما قادر اغير الظرف ولا بقدر اعمل اي شيء، انا بنطلق من ذاتي، من بيتي، من اسرتي، من اولادي، وبنشر اذا بحكي لكل واحد كلمه ايجابيه فانا قادر اعمم الايجابيه بالمجتمع بين ما انا اعمم السلبيه وخلي العالم تكتر. العالم ما تقدر تعيش حياتها بطريقة صحيحة. مثل ما بيقولوا طلال إنه صاحب المرونة الأكبر هو المتحكم بنتيجة الحوار المتبادل. شو رأيك بهالمقولة؟ 100% طبعاً، هذه النقطة موجودة بالبرمجة اللغوية العصبية. صاحب المرونة الأكبر هو المتحكم بنتيجة الحوار المتبادل. تمام، يعني اليوم نحن دائما بتلاقي شخص مثلا بس تلاقيه مثلا ما عنده اجابه بيعصب، بيصير يطلع صوته اليوم، يعني شخص ما عنده جواب بتلاقيه عصب، ما عنده كلام يحكي، تمام؟ صحيح. فاليوم في شيء اسمه بالبرمجه اللغويه العصبيه انه اليوم الاصغاء فن ومهاره كما الحديث فن ومهاره. صحيح. يعني اليوم كثير بنختلف وجهات النظر لسبب انه نحن اليوم ما بنعرف الطرف الاخر شو بده، تمام؟ يعني لازم اليوم كثير بيصير في مشاكل بين شخص ما بيسمع للطرف الاخر، اليوم نحن مجتمع بده مين يسمعنا، يعني الانسان اليوم بحاجه لمين يسمعه، يحكي له يعني فضي الشيء اللي جواه، فنحن معظم الناس اليوم ما بتسمع، يعني بيكون في نقاش اثنين مختلفين عليه، فبيصير في نقاش بين الشخصين بيوصل لمرحله حديه بالنقاش، تمام؟ فاليوم في اسلوب يعني نتبعه نحن مع اي شخص اليوم لنوصل للنتيجه، اخر شيء ما بيهمني انا اغلبك بالحوار او انت تغلبني بالحوار، مو هاي الهدف، الهدف نطلع بنتيجه تفيدنا بالنهايه نحن الشخصين، يعني المهم هذه انا اليوم في اسلوب ممكن نستخدمه انا بنسميه نحن بناء الالفي اللي هي المطابقه المجارات القيادي، المطابقه المجارات القيادي، طبعا اي شخص عم بتناقش انا وياه ما بيسوى اقول له مثلا كلمه لا ببداية حديث، يعني أنت عم تحكيني فكرة وأنا عم بحكيكي فكرة ما بيسوى أقول لك كلمة لا، مجرد ما قلت كلمة لا فأنا عم بفتح ملف الدفاع عن النفس، يعني أنا عم بقول عن فكرتك لا فأنت بتدافع لا فكرتي صح، تمام؟ فالموضوع بيطيل النقاش وما نتيجة بالنهاية، فشيء اسمه مطابقة أي تطابقه الأفكار، يعني أنا كلامك أوكي بأيد كلامك ببداية كلام صحيح كلامك من وجهة نظرك يعني، وبعدين أنا بنتقل لشيء اسمه المجارات اي بدعم رايك بامثله، اكيد انت اللي عم تحكي صح حسب وجهه النظر اللي انت شايفتي فيها، ففي شخص مثلا كان نفس التفكير ونفس الموضوع وشاف هذا الموضوع من نفس الزاويه، بس شو رايك نجي انا وياكي نشوف الحوار من كافه الجوانب، تمام؟ من كافه الاتجاهات، يعني انا اليوم اذا بقول شو موجود هون لاي شخص راح يقول لي موجود كوب ابيض، تمام؟ لكن اذا بقلب الكوب هيك راح يشوف مثلا كتابات مكتوبه هون، تمام؟ فاليوم لازم نحن نشوف الموضوع من كافة الجوانب، أنا عم انظر للموضوع من جانب وأي شخص عم ينظر للموضوع من جانب، فلازم نشوفه من كافة الجوانب، كيف يعني؟ مطابقة أنا أيدت كلام الشخص المقابل، دعمت رأيه بأمثلة اللي هي المجارات، تمام؟ أنا بس طابقت الأفكار ودعمت رأيه بأمثلة، هو كان متوقع مني أنا عندي ردة فعل تجاه كلامه، أرفض كلامه، أقول له لا ونضل النقاش، وأنا أيدت كلامه دعمت رأيه بمثال حسب وجهة النظر اللي هو شايفه وهون أنا استلمت الحديث اللي هو القيادي وعطيت وجهة النظر من كافة الجوانب وآخر شيء منوصل للنتيجة فأنا لازم اليوم أول شيء يكون إصغاء استمع للشخص مو بس اسمع للشخص المقابل اسمع له بتركيز لأنه في ناس تبقى عم تسمع مجرد ليخلص الكلمة لجاوب أنا لا أنا لازم اسمع بتركيز الطرف الآخر استوعب منه شو هو بده شو هدفه من الموضوع بعدين لا أقدر جاوبه الجواب الصحيح تمام فهيك بنقول نحن الاصغاء فن ومهاره كما الحديث وفن ومهاره واليوم بالبرمجه اللغويه العصبيه صاحب المرونه الاكبر هو المتحكم يعني ما لازم انفعل لازم يكون صاحب مروني باي جمله انا بتناقش فيها مع اي شخص مثل ما بنسمع انه صناعه البيع المباشر هي صناعه المستقبل وخاصه بالوقت الحالي اللي عم نمر فيه يعني وصار اصبح انه مهم جدا يكون العالم سوق واحد طبعاً في ناس مع البيع المباشر في ناس ضد البيع المباشر بس بشكل عام طلال حضرتك كمدرب ومستشار في مجال البيع المباشر شو رأيك بهالحكي؟ هل هي صناعة المستقبل وهل لازم يكون العالم سوق واحد؟ 100% بالنسبة للشق الثاني من السؤال هلأ رح نحكي عن البيع المباشر اليوم العالم مع أو ضد البيع المباشر فهذا أمر طبيعي اليوم بأي مجال بالحياة يكون في ناس مع أو ضد هذا أمر طبيعي اليوم
لكن اليوم لازم يكون عندنا رؤية. أنا رؤية، أنا بقول اليوم لا تسمع عنه، اسمع منه. فأنا اليوم قبل ما أحكي مثلا على البيع المباشر أو ما أعرف شو هو البيع المباشر، لازم اليوم أعرف ثقافة البيع المباشر. يعني أنا ما فيني أحكي عن مجال الطب وأنا ما بعرف عن الطب، ما فيني أحكي مثلا اليوم عن مجال الهندسة وأنا ماني مهندس، تمام؟ ورغم بأي مجال بالحياة العالم تتفق أو ما بتتفق عليه، فهذا ما بيقول إنه هذا المجال كله صحيح. أنا كمدرب بهذا المجال وبعتبر البيع المباشر اليوم هو من أقوى الصناعات، مو أنا بعتبره، يعني هو تصنيفه عالمياً هو من أقوى الصناعات على مستوى العالم اليوم، وخرج أكبر ريادة الأعمال على مستوى العالم. يعني هذا المجال خرج أكبر ريادي اليوم على مستوى العالم، والعالم اليوم كلهم اتجهوا صوب الانترنت. يعني إذا بنبحث اليوم عن أفضل الأشخاص على مستوى العالم، أغنياء العالم اليوم، أغنياء العالم هم اليوم من البيع المباشر. يعني جيف بيزوس الأمازون اليوم، مين ما بيعرف الأمازون، مين ما بيعرف جيف بيزوس، يعني ما بيعرف هذا، أو بيل غيتس مثلاً، تمام؟ فاليوم هذول من البيع المباشر. فمعظم اقتصادات الدول تغيرت بسبب البيع المباشر. هي الصناعة أثبتت حالها من عام، يعني عمرها صار 80 سنة. يعني في اليوم إثباتات ووقائع بهذا الموضوع. أكثر اليوم التجارة الإلكترونية والبيع المباشر بيعمل مبيعات اليوم بالعالم أكثر اليوم من أي مشروع آخر. يعني بجائحة الكورونا خلينا نحكي اليوم، كثير من المشاريع توقفت. معظم المشاريع اليوم بجائحة الكورونا توقفت، العالم اليوم وقفت. فنحن استثمرنا مثلا هلق الزوم الانترنت مثلا، تمام، وعملنا هاي المقابله. لو انه مثلا ما في انترنت اليوم، ما في تطور، وقاعد ببيتي انا عبند بحظي والقاعده بالبيت بتعطي طاقه سلبيه، فاليوم ما في عندي شيء اعمله. فالبيع المباشر اليوم هو من اقوى الاعمال على مستوى العالم. اليوم بنصح على العالم تطلع على هذا المشروع، تعرف كل التفاصيل عن البيع المباشر، اللي ممكن يساعد الفرد من مكانه ومن بيته من مجتمعه ومن بيئته اليوم يحقق نجاح على مستوى العالم، تمام، بهذا المجال. ومو بس بشكل عام البيع المباشر، فينا نحكي بكل شيء اسمه انترنت. اليوم افضل استثمار بالعالم هو الاستثمار بالنفس والاستثمار عن طريق الانترنت. افضل استثمارين اليوم اني استثمر بنفسي واستثمر بالانترنت. يعني اليوم ما بحياتي انا سمعت مثلا طبيب من اغنياء العالم، او مثلا طبعا اكيد الهدف مو كله مادي، تمام، لكن اذا بنحكي عن المادي اليوم اكيد في اهداف كثير. لكن اليوم انا دائما اقول انه المصاري، تمام، يعني في معلومات وفي مصاري، تمام، صندوق مصاري وصندوق معلومات. فالمصاري ان كثرت اكثر من صندوق المعلومات الانسان راح يخسر، لكن اذا بيبني افكاره بالطريقه الصحيحه فراح يحصل على مصاري، تمام. فاليوم كثير بنسمع مثلا من اغنياء العالم قبل مبنين حالهم من الصفر، يعني انسان عصامي او انسانة عصامية بدات من الصفر. اليوم اذا بدنا نشوف النسبه العالميه اللي هي 85% من اللي ورثانين ورثه خسرانين، تمام، يعني 85% من العالم اللي ورثاني ورثي خسرانتها، تمام، النسبه كبيره لانه ما عنده العقليه اللي يدير هذا الموضوع. فاليوم الشخص اللي محقق نجاح على مستوى العالم كمادي فاكيد عنده افكار اللي محافظ عليها، فاكيد عنده فكر عم بيعرف يشتغل بالطريقه الصحيحه. فاليوم ما بنسمع مثلا باي مهنه بالحياه انه من اغنياء العالم او من اثرياء العالم، لكن بنسمع بالبيع المباشر وبالاستثمار على الانترنت. اليوم مثلا اخترع الزوم، هذا التطبيق اللي نحن موجودين عليه حاليا اليوم، على فكره عم بيصير في منافسه بين الزوم والماسنجر والايميل. يعني اليوم الايميل الجيميل مثلا اليوم عملوا فيه مكالمات فيديو، الجيميل بقلب الجيميل عملوا مكالمه فيديو، يعني انا فيه. فهي اليوم الزوم عمل هذا الشيء بهي الفتره، فالعالم كله اليوم اتبعت هذا الموضوع بجائحة كورونا. فاليوم الاستثمار عن طريق الانترنت، قناة على اليوتيوب، مارك اللي اخترع الفيسبوك، هي فكرة اليوم. هو شخص عادي طرح الفكرة على 5 من أصدقائه ورفضوا 2-3 اتبعوا معه، اليوم هني من أغنياء العالم. فاليوم الجوجل من أغنياء العالم، كثير شباب اليوم بلشت على اليوتيوب بمحتوى، طبعا عم نحكي عن المحتوى الصحيح لأنه في محتويات خاطئة على اليوتيوب، على المحتوى الصحيح بدأت من الصفر. يعني أنا ما كان عندي مشاهد أنا بس بدأت، لكن اليوم عندي ملايين المشاهدات. طيب ليش أنا كشاب، ليش أنا كشاب اليوم أو كشخص قاعد ما بعرف شو عم بعمل، ما بطلع هذا الموضوع، ما بعرف ليش، ما بفكر كيف أعمل محتوى على اليوتيوب، ليش ما بعرف كيف أعمل موقع على الإنترنت، بغض النظر عن البيع المباشر. استثمر بذاتي اليوم بدل ما أنا أقضي ساعات بلوم الآخرين. ونرجع لموضوع أنه اليوم الإحباطات وسلبيات المجتمع، فوت على الإنترنت على شيء مفيد، تعلم علم جديد، تعلم مهارة جديدة بحياتك، روح طبقها. أنا بقول ما في حدا بالحياة خلق ناجح، ما في إنسان خلق ناجح. يعني اليوم الطبيب كان عم يتعلم أول قبل ما يصير طبيب، والمهندس كان يتعلم، واليوم كل العالم اللي حققت نجاح هو إنسان خلق
مشي على الأرض إنسان طبيعي، لكن آمن بنفسه، آمن برب العالمين، آمن بقدراته لوصل لهدف. فاليوم ليش أنا كأي شخص ما بآمن بهذا الشيء؟ ليش ما بآمن بنفسي بالبداية قبل ما يآمن حدا فيه؟ تمام، لا أقدر حقق نجاح. وكثير أنا بهتم اليوم كشباب، لأنه أنا كطلاب يمكن موجودي قصة مثلا عندي عن حياتي أنا نشرها على صفحتي الشخصية. يوم كنت إنسان، يعني هذا الكلام اللي عم بحكي ما بعرف أحكي، هذا الطاقة اللي عم بحكي فيها ما بعرف أحكيها، كنت إنسان خلص يعني عايش حياتي مثل أي شخص أي شاب اليوم، تمام؟ لكن هذا المجال غير حياتي، فبحكي بطاقة وبحكي بشغف، لأنه عن جد أنا تغيرت حياتي، يعني تغيرت حياتي 180 درجة بغض النظر عن المادية. أنا اليوم في ناس بتسألني شو تغير بحياتك، أنا أهم شيء تغير بحياتي طلال، طلال من جوا كيف صار يفكر، كيف كان يفكر اليوم، كيف اليوم عطيني طابة أهم شيء بحياتي. بعدني بعشق للرياضة، لكن اليوم ما يعني ما التفكيرات اللي كانت موجودة قديما هلق موجودة عندي، مية تغيرت 180 درجة. اللي بيعرف طلال قبل العمل، قبل البيع المباشر وقبل المجال، ما بيعرف طلال، ما بيعرف إنه هذا طلال حاليا اللي موجود. فهذا الشيء خلال 4 سنوات. فأنا الشيء اللي بحب وجهه إنه اليوم بتمنى من كل شاب وصبي شو ما كان المستوى شو ما كان الظرف، يوم آمنوا بحالكم، ابحثوا اليوم في عنا أوقات فراغ، ما حد يقول ما عندي وقت، لعب يدرس لعب شو ما كان مجالك، اليوم عندك وقت، تمام؟ عندك وقت، فيك تفرغ ساعة أو ساعتين اليوم بوقتك لتخصصهم لذاتك، لتقرأ كتب فيهم، لأنه دائما بقول مصير أي شخص بعد 5 سنوات هي الكتب اللي عم يقرأها والأشخاص المحيطة فيه. يعني مين الأشخاص اللي عم بتحيط فيه، مين الأشخاص اليوم اللي عم بلتقي فيها يوميا بحياتي، شو عم بسمع كلمة من والدي، شو عم بسمع مين أنا عم روح لعن صديقي اليوم، إذا هذا صديقي آسف لهذا الشيء سيء فأنا عم بنجر معه لا شيء سلبيات بالحياة، وإذا كان هذا الشخص عم بختاره صح 100% اليوم فأنا بمكان الصحيح. فآخر قصة رح أحكيها بخصوص هذا الموضوع، يعني أنا تعمقت كثير بهذا الجواب، لكن لازم عشان نختم الحوار بشيء مفيد. اليوم في قصة يمكن شوي متواضعة رح أحكيها، لكن اليوم إذا بفيق أي شخص منا يعني الصبح مثلا أو بده يطلع من باب بيته وبيلاقي مثلا قمامي قدام البيت، يفتح باب بيته، أنا فتحت باب بيتي هلأ انصدمت لقيت في أحد الجيران حاطط لي قمامي قدام بيتي، شو ممكن أتصرف؟ شو ممكن أتصرف أنا؟ ممكن انزعج، ممكن أروح لعن جاري يقول له كذا، انزعج الموضوع عزا. في ناس ممكن الرايقة كتير تقول ممكن روح أحطهم بالحاوي. هذا الشخص اليوم اللي بيعتبر اليوم إذا بدي جاوب جواب يعني خلينا نقول ما له حقيقي 100% جواب إنه أنا كثير منيح ورحت حطيتهم بالحاوي، تمام؟ لكن اليوم هذا الموضوع إنه عم يزعجني أنا، ممكن عصب ممكن ينزعج لأنه شخص حاطط قمامي قدام بيتي، لكن ما عم بنزعج على الشخص اللي عم بسمع منه أفكار سلبية اليوم، أم المجتمع اللي بفوت أفكار سلبية على راسي واللي عم بتغير حياتي. هذا الموضوع دقيقة ممكن ينتهي، لكن الكلمة والمعتقد اللي عم نسمعها اليوم بحياتنا هي عم بتغير حياتنا، عم بتغير حياة أولادنا، عم بتغير حياة مجتمع. مثل ما حكينا عن الكلمة السلبية للطفل، فاليوم أنا بكون قاعد ببيتي مثلا عندي شخص مثلا سلبي، أنا بتبع بحياتي واللي أصدقائي بيعرفوا هذا الموضوع وأهلي يمكن والدي ووالدتي اللي بقول لهم يعني بوجه لهم كل الاحترام من منصتكم هي، ومن لأنه هم الأشخاص كانوا بالبداية غير داعمين خوفا علي، بس ما قلنا كل الأهل بيحبوا أولادهم، لكن كانوا بالبداية مخالفين، لكن بعد ما أنا دخلت وحققت نجاحات فكانوا معي بهذا المجال. فاليوم نحن حكينا عن الكلمة السلبية شو بتأثر بالمجتمع، فاليوم ننتبه للمكان اللي موجودين فيه. فأنا اليوم ببيئتي بشكل عام إذا منكون بحوار سلبي أنا بفتح الباب وبطلع صراحة، يعني ما بدي اسمع كلام لأنه أنا مو مضطر أفكر. حتى عندي على الفيسبوك مثلا أنا حاذف كل الصفحات اللي فيها مشاكل، أنا دائما بدعم الصفحة اللي فيها محتوى جيد، مثلا في شيء عن تطوير الذات، شيء عن كيف ابني حياتي. اليوم كثير اليوم بنفوت على الفيسبوك اذا بننتبه بننشغل بالفيسبوك، بنفوت بدون هدف لنعطي نشوف هذا شو عمل وهذا شو سوى وهذا. فهذا الموضوع اليوم نركز فيه اليوم، كيف نستثمر الانترنت، كيف نفوت لننمي حالنا وننمي قدراتنا. وهيك تمام بنكون اغنينا بتوقع السؤال. معناتها على هالاساس فينا نقول انه اضافت كثير معلومات البرمجه اللغويه العصبيه لخبرتك طلال كمدرب وكمستشار بالبيع المباشر. بالتاكيد انا بالنسبه لي البرمجه اللغويه العصبيه هي اللي خلتني انا اعرف ذاتي، اعرف مين هو طلال يعني بالتصرف. يعني انا لو اني ما عرفت البرمجه اللغويه العصبيه او ما تعرفت على هذا العلم، تمام،
ممكن انا كنت هلق بعني بتجاره الخضار والفواكه، ممكن كون درست الهندسه الزراعيه هلق ومتوظف وعم باخذ راتب بسيط جدا 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 لا يوازي القدرات اللي انا موجوده عندي حاليا او الدخل اللي انا عم طالعه حاليا. فاليوم البرمجه القويه العصبيه اعطتني كفكر كاولادي، انا اكبر شيء يعني بحياتي هني بناتي الثلاثه اليوم، انا عارف امشي معهم بالطريقه الصحيحه، عارف علمهم صح، كيف اتعامل معهم صح. يعني كثير اليوم مثلا من اهل بيشوفوا كيف انا عم بتعامل مع بناتي، فالطريقه الصحيحه كيف اتعامل معهم، كيف نمي لهم قدراتهم، وكيف انا احفز اولادي بالطريقه الصحيحه. فالبرمجه اللغويه مو بس اضافت لحياتي الماديه، اضافت لحياتي الفكريه الثقافيه الاجتماعيه، كيف اتواصل مع الذات، كيف اتواصل مع ذاتي. فبالنسبه لي البرمجه اللغويه كانت باختياري بالمجال، كانت احد منتجاتي انا اخترتها بمجالي، فهي اللي اضافت وعملت نقله نوعيه بحياتي. اهلا وسهلا فيك طلال، شكرا لوجودك معنا اليوم، شكرا لفسحه الامل اللي اعطيتنا اياها، بنتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. كل الشكر لكم وبتمنى لكم التوفيق وان شاء الله من تالق وتقدم وتميز لقدام. وصلنا مشاهدينا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم، الى ان القاكم في الاسبوع المقبل مع ضيف جديد، بصمه جديده وحكايه جديده. لكم مني تغريد ومن اسره البرنامج اطيب التحيات، الى اللقاء.